هسه نرجع الملاحظة رقم 3. الملاحظة رقم 3 شو تقول؟ الرقم الذي يكون خارج الدالة تفصله عن الدالة ضرب أو قسمة، تبقى الدالة في نفس موقعها ولكن نكبر أو نصغر الدالة بالنسبة إلى واي فقط. بما معنى نأخذ مثال حتى نفتهم شنو معنى هاي الملاحظة. الدالة اللي عندي تقول y يساوي جذر x، y يساوي جذر x. فرضا حدود هذه الدالة، فرضا انه عندي بالاكس 4 وبالواي 3. رسم الجذر x هو هذا. عندما يطيل بالسؤال انه y تساوي 3 جذر x، شنو الملاحظة ايش تقول؟ الرقم الذي يكون خارج الدالة، هذا الثلاثة خارج الدالة لو داخل الدالة؟ راح نقول خارج الدالة. بس ليش خارج الدالة؟ لأن الدالة الأصلية هي شنو؟ جذر اكس، فثلاثة شبيهة خارج الدالة. الرقم الذي يكون خارج الدالة تفصله عن الدالة ضرب أو قسمة، تبقى الدالة في نفس موقعها ولكن نكبر أو نصغر الدالة بالنسبة إلى واي فقط. فأنا بالعادة عندي هسه أنا شنو؟ y تساوي 3 جذر x. فمن أجي أرد أرسمها إيش راح أقول؟ y تساوي جذر x، زين y تساوي 3 جذر x. 3 جذر x شلون أرسمها؟ الرقم خارج الدالة. شنو هي الملاحظة؟ ملاحظة تقول تبقى الدالة في نفس موقعها ولكن نكبر أو نصغر الدالة بالنسبة إلى واي. زين عندي الآن الدالة هاي الأصلية اللي هي واي يساوي جذر إكس. هسه شنو الدالة المبقية؟ نفس موقعها مضروب في رقم. الواي نحرك أو نكبر الدالة فقط على محور واي، يعني هنا ايش قد راح تبقى؟ هذا راح يبقى الأربعة، بس الواي ايش قد راح يصير؟ هو انا عندي 3 مضروب في 3 فصار 9. انتهى الرسم مع الواي يساوي 3 جذر اكس. بالعكس اذا جذر اكس على 3 مقسوم، يعني فنفس الشيء الاكس ابقي 4 بس الواي هو 3، تقسيم 3 اذا. زين الملاحظة رقم 4 تقول الرقم الذي يكون داخل الدالة تفصله عن الدالة ضرب أو قسمة، تبقى الدالة في نفس موقعها ولكن نكبر أو نصغر الدالة بالنسبة إلى عكس. هسه ناخذ مثال y يساوي جذر x. زين y يساوي تحت الجذر 3x. هذا 3 وين؟ خارج الدالة لو داخل الدالة؟ وليش هذا 3 داخل الدالة؟ لأن الدالة الرئيسية اللي هي y تساوي جذر x. y تساوي جذر x هاي الدالة الرئيسية، دالة رئيسية. الثلاثة وين؟ بداخل الجذر مضروب بالx. إذن شنو؟ هاي داخل الدالة. فإذا داخل الدالة شو تقول الملاحظة؟ داخل الدالة تبقى الدالة في نفس موقعها ولكن نكبر أو نصغر الدالة بالنسبة إلى عكس. شوف إذا خارج الدالة نكبر ونصغر بالنسبة إلى واي، وإذا داخل الدالة نكبر ونصغر بالنسبة إلى عكس. يعني شنو نكبر ونصغر؟ يعني أنا عندي قلنا واي تساوي جذر إكس، الإكس هنا أحداث الإكس 3 فرضا حدود الدالة، وهنا 4 جاني 3 إكس، شو أسوي؟ الدالة راح أكبرها. بس وين أكبرها؟ الواي هو 4 راح أبقي نفسه 4، بس الإكس جد راح يصير هو 3 مضروب في 3 راح يصير 9.
زين، اذا الاكس مقسوم على 3 فالارتفاع يبقى 4 اللي هو بالواي، وهاي ايش قد راح تصير؟ هي شان 3 ايش تصير؟ تقسيم 3 يساوي 1. هاي 4 ملاحظات بالنسبة الى رسم الدوائر. هذه الملاحظات كلش مهمة. يا ريت انه اللي اذا شفت الفيديو اذا عندكم اي مشكلة بيها انه تطولي خبر مثل ما اتفقنا، يا اما بالتعليق يا اما باي طريقة، المهم وصلوا لي خبر انهم مفتهمين الموضوع او عندكم فد مشكلة معينة حتى احلكم اياها. زين، نقطة رقم 5، ملاحظات رقم 5، عندما تضرب خارج الدالة باشارة سالبة تقلب حول محور اكس. عندما تضرب خارج الدالة باشارة سالبة تقلب حول محور اكس، طبعا احنا عرفنا خارج الدالة وين والداخل الدالة وين. عندي دالة اللي هي y يساوي جذر x، فهنا يريد الرسم مال y تساوي سالب جذر x. هذا سالب وين؟ خارج الدالة. x خارج الدالة، فعندما تضرب قلنا شنو؟ تقلب حول محور x، يعني هذا عندي هنا هاي الدالة الأصلية، مجرد ما أقلبها بهذا الشكل، بما معنى أقلب قيم y من موجبة إلى سالبة. زين، الملاحظة الأخيرة تقول عندما تضرب داخل الدالة بإشارة سالبة تقلب حول محور y، إذا الدالة y تساوي جذر x، أريد رسم y تساوي سالب جذر x. السالب وين؟ هذا داخل الدالة أو خارج الدالة؟ داخل الدالة، فالدالة الأصلية هي هاي. إذا كانت الإشارة السالبة داخل الدالة تقلب حول محور y، فإذا هذا هو رسمها جذر x. جذر سالب x راح يصير رسمها بهذا الشكل، هذا حول محور y، يعني كل x موجب راح يصير x سالب. وهاي تكون اخر ملاحظة موضوع رسم الدوال.